أكيد سلمى، ومكملين بعالم الطفولة وأولى محطاتنا مشاهدينا، رح نحكي عن موضوع مهم. التجارب يلي بمر فيها الطفل بمرحلة نموه رح تكون الصورة النمطية عن حياته بمرحلة البلوغ، لأنه الطفل بينمى وبيتطور على جميع الأصعدة الاجتماعية والثقافية والروحية، ولنحقق نمو متوازن لابد أنه يوجد الطفل ببيئة عائلية حاضنة وداعمة له، بتقدم له الرعاية والاهتمام بكل المجالات، بتقدم له الاحتياجات الفيزيولوجية اللازمة لحياته. والطفل هو الفئة العمرية الحساسة والأكثر تأثراً بالكوارث والأزمات. يا سلمى، بعد الكارثة يلي صارت معنا للأسف الأطفال العديد منهم صار عندهم صدمة نفسية، صار لابد من وجود الدعم النفسي المهم، إن كان من الأهل، من المدرسة، من الاختصاصيين النفسيين. فينا نقول سلمى أنه اليوم مواقع التواصل الاجتماعي ما عاد فينا نخبي على الأطفال حقيقة حدوث هي الكوارث، كيف ممكن نتعامل معهم؟ صحيح هايدي، ما فينا نخبي على الأطفال شو عم بيصير، ولكن كلياتنا بنعرف أنه الإنسان العادي البالغ الراشد تعرض لشيء اسمه صدمة ما بعد الزلزال. فكيف بالأطفال؟ الأطفال والمرأة طبعا بتحطهم المنظمات العالمية بأنه هنن الأكثر هشاشة وتعرض للمخاطر، لهيك دائما عم نحاول نحكي أكثر بشكل موسع كيف ممكن نتعامل مع الطفل بهذا العمر، وبنعرف أنه التأثير بيمتد لخوف بأنه هو ممكن يفقد كل شيء، يفقد البيت، يفقد صحيح. الأمان، يفقد الأدوات البسيطة اللي هو اتعود عليها، وللأسف في كثير أطفال فقدوا حتى أهلهم. فهي التجربة القاسية كيف ممكن التعامل مع ما بعد، مو بس شهر أو شهرين، إلى الأمام أكثر. رح نتعرف أكثر مع ضيفنا بالاستوديو، خلونا نرحب بالمهندس دوريت شدود، هو باحث بقضايا الطفولة وحصل على شهادة TOT الدولية بتأهيل كوادر رعاية الطفولة. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك. يسعد صباحك جميعاً. أستاذ بالحقيقة خلينا نبلش اللقاء اليوم بعبارة ويزداد فوق جرح سوريا جرحا كبيرا. الكارثة الطبيعية طبعا التي وقعت في سوريا كارثة كانت مفاجئة غير صحيح. متوقعة، لا تخضع لمفهوم التنبؤ ولا تخضع لمفهوم تحديد الزمني أو الوقت. لهيك منقول بداية الرحمة لجميع ضحايا الزلزال وشهداء الزلزال، ونتمنى طبعا الشفاء العاجل للأشخاص اللي نجوا من هاي الكارثة ومصاب كبير بالحقيقة، وإن شاء الله تكون سوريا وشعب سوريا بقدر هذه المسؤولية، لأنه بالموضوع في قضية أطفال وجيل كامل أكيد. مسؤول عن بناء البلد بالمستقبل إن شاء الله يا رب. يعني بالبداية أستاذ دوريد، خلينا نقول أنه الكارثة أثرت على كل الفئات العمرية، لكن صحيح. اليوم نحن حابين نتخصص بالأطفال. نعم. أطفال كتير صار عندهم صدمة نفسية، إن كانوا ضحايا الزلزال أو إن كانوا يعني متواجدين بالبيت عم يشوفوا صور، عم يشوفوا فيديوهات عن الدمار والخراب. خلينا بالبداية نعرف شو هي الآثار يلي صارت عند الأطفال بعد الكارثة. بالحقيقة أهم أثر قد يظهر عند الطفل بعد الكارثة الطبيعية أو الكارثة المصطنعة خلال فترات الحرب على سبيل المثال هي اضطراب الصدمة أو اضطراب الكارثة. اضطراب الصدمة أو اضطراب يعني المشكلة التي يقع فيها الطفل لا تنعكس خطورته في لحظة وقوع الكارثة. المشكلة في هذا الاضطراب أنه اضطراب نامي يتطور مع تقدم الطفل بالعمر ما لم يتم تدخل سريع بهدف كبح جماح هذا الاضطراب. منلاقي الطفل بعد وقوع الكارثة على سبيل المثال مضطرب، قلق، متوتر، خائف، يشعر دوما بالهلع، تقف حياته في اللحظة التي وقعت فيها الكارثة. نعم. هات منرجع لعن ضيفنا بالاستوديو المهندس دوريت شدود، يسعد صباحك عن جديد. صباح الخير. وشيء جميل، أحيانا الأشياء الجميلة تولد من قلب الكارثة. أكيد. ما نراه اليوم في سوريا هو عودة العرب إلى سوريا، وإن شاء الله هذه العودة يعني تخرج سوريا من الدائرة التي تعيش فيها على المستوى المعيشي. استاذني كنا عم نقول لحضرتك انه جميع المراحل العمرية اليوم تأثرت بهي الكارثة الإنسانية، لكن اليوم رح نحكي بالتحديد عن الأطفال يلي كانوا موجودين تحت الأنقاض، يلي كانوا ضحايا الزلزال او حتى كانوا ببيوتهم عم بيشوفوا صور وفيديوهات للدمار والخراب يلي صار. خلينا نقول كيف ممكن نتعامل اليوم مع هدول الأطفال، ويعني حضرتك بالبداية كنت عم تحكي عن اضطراب ما بعد الصدمة. صحيح. اضطراب ما بعد الصدمة مشان نفوت بالمدخل الثاني للسؤال. إذا الأطفال خرجوا من الكارثة تحت صدمة كبيرة جدا، في حجم هلع كبير جدا، حجم خوف، قلق، توتر، قلة نوم، في أطفال فقدت القدرة على النوم، في أطفال تراجعت القدرة النطقية عنده نتيجة ما حصل. الطريقة العلمية للتعاطي مع الأطفال في مثل هذه الكارثة يعني منهجيا معروفة. أول شيء ضرورة تقديم ما يسمى الإسعافات الأولية النفسية
تمام في حال وقوع هذه الكارثة. هذه الإسعافات المقصود فيها تقديمها في الأيام الأولى لوقوع الكارثة. بعدين بنروح باتجاه القسم الثاني اللي اسمه العلاج النفسي اللي بياخذ مراحل طويلة من الزمن. من الضروري جدا اليوم التكثيف مهمة ودور برامج الدعم النفسي والدعم الاجتماعي، بالإضافة طبعا لموضوع تأمين المأكل والملبس والمأوى، هي قضايا نحن متفقين عليها. من الضروري جدا أيضا خلق بيئة داعمة متعاطفة مع الطفل في حال فقدان بيئته الأساسية الحاضنة كفقدان الأهل لا سمح الله. من الضروري أيضا وضع برامج واضحة بتراعي المعايير الخاصة بالطفولة بهدف طبعا لملمة الجراح، وضع استراتيجيات المواجهة عند الطفل وتحديدا المواجهة الإيجابية. في نقطة هون كتير مهمة لازم أكد عليها بهذا التفصيل. نحن للأسف الشديد موضوع الميديا والسوشيال ميديا وحجم الضخ الإعلامي الهائل يلي صار عبر وسائل التواصل الاجتماعي طبعا زاد الطين بلة، زاد حالة الرعب رعب أكبر، وزاد حالة الترقب والخوف خوف أكبر. كان مطلوب من الأهل رغم أنه ما قاموا فيه مردود أفعال، هو حق طبيعي، بس كان مطلوب من الأهل رباط الجائش أكثر، لأنه كان لهم دور مؤثر وسلبي في موضوع انعكاس الزلزال على الأطفال وبالتالي الدخول لمرحلة الصدمة عند الطفل. صحيح. طيب أستاذ، في كثير ناس بتقول لأي درجة من المجدي أنه أنا أتحاور مع الطفل وقل له فعلا شو صار، ولا لا لازم أنا أسمع منه تعبيره الخاص هو عن هاي الحادثة؟ كيف ما كان يكون هذا التعبير، سواء تخيل هالزلزال شخص وحكى معه، سواء تعامل مع الموضوع بعنف أو عصا، في منهم بيصمتوا، فشو الطريقة الأفضل لأنا أدخل بحوار معه لفهمه شو صاير؟ هلا نكون منطقيين، اليوم المفهوم العلمي للزلزال غير قادر الطفل على إدراكه. اللي قادر الطفل على إدراكه هو ردة الفعل الحاصلة من الزلزال. أنا في مثال حاب أذكره مشان أوضح للسادة المشاهدين. بمدن الملاهي في سفينة اسمها سفينة نوح بيطلعوا فيها الأطفال، هي المرجوحة بس بسرعة عالية وهائلة، بنلاقي الطفل مستمتع فيها جدا، ما عنده حالة خوف ولا عنده حالة رعب. ليش؟ نتيجة تأثره بالمحيط والمجتمع اللي عم بيراقبه، فهو بيعرف انه هذا الاهتزاز الشديد هو عبارة عن حالة لعب وبالتالي مستمتع فيها. مقصود بكلامي انه الاهتزاز اللي نتج عن الزلزال او الخوف اللي نتج عن الزلزال انتقل الى الطفل بالتأثير من المحيط الموجود حوله. لهيك أنا إذا اليوم بدي أتصدى وحط استراتيجيات لموضوع الطفولة، أوكي، لازم قدر الإمكان ما أنسى أنه هذا الطفل عنده قدرة معرفية محدودة، عنده قدرة يعني تخيلية كبيرة، ولكن على أرض الواقع كتير هي صغيرة. لهيك طبعا لازم نتحاور مع الطفل، لازم نبسط الأمر للطفل، لازم بعد الكارثة نفوت بحالة من حالة السعادة، لازم يصطنع الأهل قدام الطفل بهدف امتصاص مثل ما ذكرت الكارثة، وما في مانع نهائيا يعني يكون في حوار جدي مع الطفل لإفهامه حقيقة ما حصل بطريقة بسيطة وسهلة. أكيد أستاذ، يعني هلأ يعني خلينا نحكي أكثر عن أهم برامج الدعم النفسي الاجتماعية التربوية، قد اليوم هم وجود اختصاصيين بهذا المجال ليقدروا يساعدوا يعني الحالات اللي تضررت به الأسف. هلأ بالحقيقة اليوم مشكلة بلدنا بهاي القضية مش كبيرة، نحن كلياتنا بنعرف اليوم بحكم الأحداث والحرب والأزمة صار في عنا نقص بكثير من الكوادر، مو بس على مستوى الاختصاص النفسي أو الاجتماعي، حتى على المستوى الطبي، على المستوى الهندسي إلى ما هنالك. اليوم البرامج اللي ممكن نعتمدها هي أساساً موجودة، يعني أنا اليوم بمدارسنا على سبيل المثال في عندي ثلاث حصص دعم نفسي موجودة بشكل دائم ولكن غير مستثمرة، هي حصة الرياضة والموسيقى والرسم، هذا شكل من أشكال الدعم النفسي. الأمر الثاني تعزيز صيغة البرامج الترفيهية الخاصة بالأطفال، برامج المسابقات الخاصة بالأطفال، إشراك الطفل بحالات من النشاط التفاعلي مع أقرانه، مع المحيط، مع المجتمع، مع المؤسسات، احتضان الطفل بكل إمكانياته ومواهبه، والتركيز اليوم على نقطة كتير هامة، ما في طفل اليوم موجود تحت اضطراب الصدمة إلا وعنده موهبة، يستحيل، هذا عالم الطفولة ومعروف، فلازم أنا كأخصائي وكأخصائيين نبحث عن كل النقاط الإيجابية الموجودة حالياً بعقلية أطفالنا، بنفوس أطفالنا، ونحاول ننميها قدر الإمكان ونستثمرها للمرحلة القادمة. نعم. كنا عم نحكي معك أستاذ عن موضوع مهم جدا واللي هو الصدمة النفسية وتداعيات هذه الصدمة على الأطفال، وكانت عم تقول لك هايدي أنه بموضوع الاختصاصيين نحن نعاني من بعض فقدان بعض الاختصاصات. نعم. والكوادر، ولربما يمكن بالحرب حاولنا تدارك هذا الموضوع من 10 سنين إلى الآن بدأ
عنا اختصاصيين كتير يدخلوا بهذا المجال لضرورة وجوده. اليوم لأي درجة تجد نحن بحاجة للعمل بشكل موسع على هذه الفئة من الاختصاصات؟ هلأ العمل بشكل موسع ضروري جدا. نحن اليوم عنا كوادر على الصعيد النظري بالآلاف، يعني على سبيل المثال اليوم مرشدين نفسيين موجودين في كل مدارس سوريا، ودور الإرشاد النفسي دور أساسي بالتصدي لانعكاسات أي كارثة على الطفل. القضية مرتبطة بالجانب العملي. الجانب العملي اليوم بحاجة إلى تعزيز، بحاجة إلى دورات تدريبية وتأهيلية، بحاجة إلى دعم على المستوى البرمجي، بحاجة إلى إشراك المرشدين النفسيين في دورات على مستوى تخصصي عالي. لما بصير هذا الأمر، لما بيكون في مشروع بهذا المستوى، فطبيعي ينعكس بشكل إيجابي على تأمين الكوادر ضمن سوريا. تمام. طيب أستاذ، اليوم يعني لكل طفل عنده ردة فعل لما يتعرض لأي موقف بالحياة. اليوم بعد هاي الكارثة شفنا كتير أطفال صار عندهم صدمة، ما عاد يحكوا مثلا، بينما المقابل صار يصرخوا، ما عطوا في غيرهم، ما عطوا أي ردة فعل. كيف ممكن اليوم نحن نتعامل مع كل شخصية من هدول الأطفال، وخصوصا اليوم يعني بنقول إنه الأطفال هنون يعني صورة عن أهلهم عن سلوكهم؟ قد ايه مهم اليوم دور الأهل إنه يكونوا واعيين أكثر بهذه الأمور كرمال ما يتأثروا الأطفال أكثر؟ دور الأهل دور أساس. ثقافة الأهل اليوم تنعكس بشكل طبيعي على ثقافة الطفل. والطريقة يلي بيتعاطف فيها الأهل مع أي خطر قد يحيق أو يحيط بالأسرة بيربي مفهوم الاستراتيجيات المواجهة مع الطفل، سواء كان استراتيجية مواجهة إيجابية أو استراتيجية مواجهة سلبية. لهيك دور الأهل أيضا أساسي. أنا كنت متمني خلال فترة بصراحة الكارثة يصدر قرار على مستوى عالي بأنه نعمل مشاريع عملية ضمن مدارسنا لتمثيل مشاهد إخلاق طلاب. هاي المشاريع بتعزز، برجع بقولك، الثقة بالنفس عند الطفل، بتعزز مفهوم استراتيجية المواجهة. ضمن البيت أيضا لازم الأب كان يقوم بأعمال مشابهة بهذه الطريقة، لأنه لما لو تصرفنا بهذه الطريقة لحظة اللي صار فيها الإخلاء القسري كان الطفل أروع بالتعامل مع الموضوع اللي حصل. نعم، يعني كيف نواجه تداعيات وآثار هذا الزلزال على مرحلة الطفولة؟ أكيد المواجهة تكمن بوضع الاستراتيجيات تمام المناسبة. شو هي الاستراتيجيات المناسبة اليوم أستاذ؟ ليك في عندي أنا شيء له علاقة باستراتيجيات قصيرة المدى، هاي شغل بالعادة بتكون المؤسسات الخدمية والجمعيات الخيرية والمنظمات ذات الشأن والصلة بالكوارث الطبيعية، وفي عندي استراتيجيات بعيدة المدى، هاي بتكون سياسة حكومة وسياسة مؤسسات ويعني ودول. اليوم لما بيتأمن المأمن، عفوا المأوى والملبس والمأكل بالنسبة للطفل الواقع بالكارثة، هي مرحلة بنسميها مرحلة آنية. لما بنقدم الدعم النفسي لمرحلة زمنية معينة بنسميه دعم متوسط المدى، بتقوم فيه المنظمات المسؤولة عن هاي القضية. الاستراتيجيات الكبرى بنتركها للوزارات المعنية من خلال يعني احتضان الأطفال بدور متخصصة بمراكز متخصصة، ضرورة العمل على زيادة عدد هذه المراكز مثل ما ذكرت، والاهتمام بتدريب الكوادر المختصة بهذا الموضوع. نعم، يعني بدنا نشكرك كثير أستاذ. صحيح صار في شوية مقاطعة، ولكن قدرنا نعمل ربط للأفكار مع حضرتك. نتشكر وجودك معنا اليوم، يعطيك العافية، ويعطي العافية لكل طبعا الاختصاصيين اللي عم بيحاولوا يقدموا خبرتهم بهذا الوقت الحساس اللي عم بتمر فيه بلدنا. شكرا لك. والشكر للإخبارية السورية على المواكبة الدقيقة للكارثة اللي حصلت، وإن شاء الله بتكون فرج على سوريا ويعود الأمن والسلام إلى سوريا بشكل كامل إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك أستاذ دوريد لكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها.